بسم الله والحمد لله والله أكبر. قلنا الإنسان إذا كان أشرك حط السلطان أمامه قبل الرحمن، حط الجنس الحرام قبل الرحمن، حط الزينة كما عملها الكلب قارون فإذا به جلب غضب الرحمن، فأمر الأرض أن تبلعه وتبلع كل ما كان زينة يفتخر بها ويقهر بها عباد الله، رغم أن هو ابن عم سيدنا موسى عليه السلام، لكن هو اختار أن لا يكون وسيلة صحيحة مع بني إسرائيل أو خيرة فيهم، وكان يده في يد فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فاستخف قومه فأطاعوه في نهاية المطاف. فرعون وهامان الله أعلم كيف نهايته كانت، وجنوده الظالمة الطغاة بلحم ماء البحر الأحمر، وإيه فيهم يقول العامة، هم وصفوا روحهم بظلمهم أن ينتقم الله منهم حين قدر الله أن يقع الانتقام على شر الحالات. وهو أولا كانوا يظنوا روحهم مش يلتحقوا بني إسرائيل ويعودوا يذلوهم، وثم الغرق والعياذ بالله من أصعب العذابات في الدنيا. مش سهل الإنسان يهبط في وادي ويغرق، ولا يطربق عليه جدران من الماء من البحر الأحمر. شوفك التربيقة كيفاش مش تسحقهم وتسحقهم ويصيروا لاميني، يصيروا كوموديراج إكرازي إكسترا إكسترا، ما تنجمش تعرف لكن اللحظة هذيك اللي عاشوها ربما تخلص شوية من إجرامهم. كان فرعون والهامان والجنود الظالمين القارين للإنسان والسلام، كذلك الجنود الموجودة عند الكرب اليوم نفس الشيء، شاكلها شيء مماثل لهذا. احنا نقول لكم ننصحوكم يا شرطة يا درك يا حرس يا كذا، رد بالكم انا احصن روحكم من تنميم سلطانكم، راه هو بذاته مش بعيد عن نقمة الله، وإذا كان ربي باش ينتقم منه وأنتم أعوان له سينتقم الله منكم بطريقة ما تجي على بالكم، لأنكم لا بقية من عقل لديكم. والسلام على أهل الإسلام، والسلام على على القاهرين لأهل الظلام. آمين يا رحمة.